دكتور الحديث عن الخلافة وضرورة إعادة الخلافة اليوم، وعندما نرجع إلى هذا المفهوم، يقول الشهرستاني في الملل والنحل: ما سل سيف في الإسلام إلا بسبب الخلافة. معنى ذلك أن هذا المفهوم كان أساس الفتن والحروب بين المسلمين، حتى أن مالك ابن أنس كان يقول عن الصحابة الذين صاروا ممن نتولاهم جميعا ونمسك عما شجر بينهم: والله ما اقتتلوا إلا على ثريد أبيض، احتقارا للخلافة التي اقتتلوا بسببها. والواقع أن مفهوم الخلافة ليس أساسه في القرآن كما يدعي البعض الذين يعرفون الخلافة بأنها نيابة عن صاحب الشرع لحراسة الدين وسياسة الدنيا. ويضيف ابن خلدون: ومن ذلك أسس للربط بين الأمرين، قال: نيابة عن صاحب الشرع لحراسة الدين أو حفظ الدين وسياسة الدنيا به، ومن هنا ربط بين الاثنين، ومن هنا كانت المصيبة. فمفهوم الخلافة في القرآن هو أولا مفهوم خلافة الإنسان للإله في الأرض، أي ليس بمعنى سياسي، كل إنسان في الأرض هو خليفة بغض النظر عن جنسه ومعتقده، وبذلك ليس مفهوم سياسي، هي مكانة الإنسان في الكون. وهو من يأتي بعد هارون خليفة موسى، وعاد وثمود كأقوام جاءت بعد أقوام أخرى. ولم يظهر مفهوم الخلافة بالمعنى السياسي إلا عندما اتخذ أبو بكر لنفسه صفة خليفة رسول الله، ثم بعد ذلك جاء عمر فقال أمير المؤمنين، وبعد ذلك أصبحت الخلافة ليست فقط للرسول، لأن قال أمير المؤمنين حتى لا يكون خليفة خليفة رسول الله، ثم يأتي بعده فيقول خليفة 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 رسول الله إلى آخره، فقال أمير المؤمنين. لكن بعد ذلك جاء مفهوم الخلافة بمعنى خليفة الله في الأرض، وأضاف الشاعر: يستسقى به المطر. وهذا المفهوم نجده حتى في مسيحية القرون الوسطى، حيث كان الملوك يعتبرون ظل الله في الأرض، أي خلفاءه في الأرض. وقيلت مقولة ظل الله في الأرض حتى لخلفاء المسلمين. إذن هذا المفهوم أصبح مفروضا من طرف فقهاء السلاطين الذين اعتبروا أن الخليفة ظل الله في الأرض، ويتقرب بهم، يتخذون قربا إلى الله. ابن تيمية في السياسة الشرعية لإصلاح الرعي والرعية يقول هذا. وأصبح الخلفاء يستمدون شرعيتهم من تلك الآية التي تقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، التي يمكن أن تقرأ بمفهوم إضفاء القداسة على سلطة الخلفاء وأولي الأمر، بحيث أن من يثور على سلطته فقد ثار على سلطة الله وعلى سلطة رسوله. وتقرأ أيضا كما قرأها علي عبد الرازق
عندما وقع إلغاء الخلافة من طرف كمال أتاتورك، هو كما قرأت آية اعتِ لقيصر ما لقيصر واعتِ لله ما لله، التي قرأت فيما مضى على أنها إضفاء القداسة على سلطة قيصر، باعتبار أن كل السلطة مستمدة من الله كما قال فقهاء السلاطين في العالم الإسلامي لإضفاء القداسة على سلطة الخلفاء. وبعد ذلك أصبحت أساسا للتمييز بين السلطتين، أطيعوا الله ورسوله في مجال سلطتهم وأطيعوا أولي الأمر في مجال سلطتهم، كما قال أيضا رجال الكنيسة اعتِ لقيصر ما لقيصر واعتِ لله، هو تمييز بين السلطتين أو فصل بين السلطتين عندما فرض الفصل. كالعادة نفس الشيء، تعارض الفكرة الجديدة فكرة الفصل، ثم عندما تصير مقبولة وتفرض نفسها في المجتمع يقع تبريرها بتأويل جديد. إذن عندما جاء كمال أتاتورك وألغى الخلافة ثارت ثائرته، عاد النقاش من جديد حول هذا المفهوم. فهناك من قال بأن إلغاء خلافة السلاطين العثمانيين هو بدعة، وطالبوا بإعادة سلطة الخليفة العثماني آخر خلفاء بني عثمان، سلاطين بني عثمان. وكتب أحد فقهاء السلطان كتاب بعنوان يرد فيه على من ألغوا الخلافة على أنه أنكروا النعمة التي جاءت من عند الله في شكل الخلافة. وهناك من أسس لمفهوم جديد للخلافة على أساس أن الخلافة هي سلطة الأمة، وهم فقهاء مصطفى كمال أتاتورك. وجاء رشيد رضا ليكتب في مفهوم الخلافة والإمامة العظمى وربط بين مفهوم الخلافة والإمامة، وهو ربط قديم، ليدافع عن الخلافة ولكن ليس بالضرورة في سلالة العثمانيين. وصارت الثائرة حتى أنه وقع تنظيم مؤتمر الخلافة ومظاهرات في كل البلدان الإسلامية للمطالبة بإعادة الخلافة. وانتهى المؤتمر الذي نظمه الملك فؤاد في مصر بالإقرار بأن الظروف ليست سانحة اليوم لإعادة سلطة الخلافة. ومن أفسد عليه الأمر هو علي عبد الرازق بكتابه الإسلام وأصول الحكم، الذي قال فيه بأن الإسلام ليس في حاجة إلى هذه المؤسسة، مؤسسة الخلافة. مؤسسة الخلافة هي التي كانت في حاجة للإسلام لاكتساب الشرعية، أما الإسلام فلم يجني منها إلا المصائب والويلات، وهو في غنى عنها. وبالتالي اليوم منذ سنة 1927 صارت هناك أقلية تطالب بالخلافة. انتقلنا من مفهوم الخلافة إلى مفهوم الدولة الإسلامية مع الإخوان المسلمين ومع حركات الإسلام السياسي، وإلى مفهوم الحاكمية الإلهية، الحاكمية مع أبو الأعلى المودودي الذي يحاول أن يوفق بين مفهوم الحاكمية وسيادة الشعب. وأيضا بعد ذلك لم يبقى إلا هناك إلا حزب التحرير الإسلامي الذي ظل يطالب بالخلافة إلى اليوم، وكان يمثل أقلية يعني مفهوم الخلافة. ولكن عادت هذه المقولة مع الحركات السلفية، حركات السلفية اليوم التي تطالب بالخلافة مثل حزب التحرير الإسلامي. وسنرى العلاقة بين هذا الانتقال من مفهوم الخلافة إلى مفهوم الدولة الإسلامية، الذي لم يعد يركز على مفهوم الخلافة وإنما على مفهوم الشريعة، وهذا يقتضي توضيح لمفهوم الشريعة، وأيضا يقتضي توضيح لمفهوم الحاكمية الإسلامية عند أبي الأعلى المودودي، الذي انتقل به من مفهوم الخلافة إلى مفهوم الحاكمية.